يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جواب جميل. جاء تلميذ إلى أستاذه، هذا جوابي على هذا السؤال. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. ما بتصليش على النبي معقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللي عاوز بقى، اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجوابي الآن ويركز أوي معايا. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. يا الله، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. خلي بال حضرتك من الجواب، أنه في غاية الأهمية. فقال له أستاذه: تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، إلا لازم تتعشى عندي. قال له كمان ما شاء الله مكسب ورزق وبركة. فذهب التلميذ لأستاذه، لأستاذه المربي المعلم، فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. خلي بال حضرتك، كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية، التلميذ يأكل كل. حاضر يا سيدي. طب عطشان؟ لا ممنوع المية. العطشان يا سيدي عاوز اشرب. لا ما فيش مية. حاضر كل. حاضر. طب علمني يا سيدي. قال: لا مش دلوقتي، لن اعلمك الان. امتى؟ لا نم الان وقبل الفجر ساوقظك ان شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. جميل. نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق. هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم ازاي. فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه: تعال يا ولدي علمني يا سيدي. قال له: لا استنى، قبل ما أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: أي ورأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال: يا سيدي رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تجري، ورأيت بحارا تسير بين يدي. ما هو نايم ايه؟ عطشان. فهو نايم عطشان جدا، فبيحلم بمية نازلة من السماء، ومية بتجري في الأنهار، ومية بتجري في البحار، هو كده. فبقول له: رأيت الأمطار تمطر، ورأيت الأنهار تجري بين يدي، ورأيت البحار تسير بين يدي. اسمع. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني صدقت، صدقت وصدقت نيتك. الله، وصدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك يا شيخ محمد، هو ده الجواب. هو ده الجواب. ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. انا عاوز اسأل حضرتك سؤال. خلي بالك، انت متصور، انا سمعت هذه الكلمات حقيقة من اخ فاضل، اسأل الله ان يكرمه وان يبارك فيه، رجل مسؤول ما شاء الله، يعني عاقل، اسأل الله ان يحفظه بحفظه وان يبارك له في اولاده وفي اهله. بيقول لي: هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بيأكل حرام، لواحد عينيه تنظر إلى الحرام، لواحد لسانه بيكذب، لواحد غشاش، لواحد مرابي، لواحد مرائي، لواحد منافق؟ معقول النبي يأتي لهذا؟ لا 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 لا، والله والله لا يأتي إلا لأحبابه، والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه. ما هو خلي بالك، منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. الله أكبر. منهم من يذهب لزيارة النبي،
ومنهم من يأتي النبي لزيارته. فكرمنا قصة السيدة الفاضلة، الأم هي الآن بين هذه ربها، أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة، الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها، أنا قلتها وبحب أقولها معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين. الأم بعتت لي ابنها في درسي في المنصورة وقال لي يا شيخ معلش سامحني أنا مكلف بكلمات أن ألهالك كده بنصها. قلت له تفضل قولي حبيبي. قال لي أمي أمه يعني قالت له روح لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان أمي منتظرك تيجي تزورها الليلة دي. قلت له تفضل اركب. وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا وإلى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني، بيت فقير متواضع، امرأة تجاوزت 70 من عمرها ما شاء الله. لا تغفلوا، هقول لحضرتك مش دقيقة لا ثانية، لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور أحمد زويل فهمت ثانية، والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا. تنظر إليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله، وتغيب في الصلاة على رسول الله ثم وهكذا. يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجيء إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة سبحان الله. فأنا بقول لها يا أمي أنت بعتلي وأنا جيت، قولي لي بقى إيه اللي تعبك، وأنا إن شاء الله بوعدك الأسبوع القادم أجيب أخ من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وانت هنا. فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق 70 سنة وقالت لي يا ابني يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. فقلت لها والله تقولي لي. قالت لي يا ابني أصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله 3 ليالي. يا الله، قلت لها ما جالكيش بقاله 3 ليالي؟ هو بيجيلك كل ليلة؟ قالت والله لو فات ليلة ما شفته أمرض، فأنا بقالي 3 ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت بقالك كم سنة ما شفتوش، وانت بقالك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عبودية ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فالمحبة ده موضوع كبير، انت متصور اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله، متصور ان دي كلمة سهلة؟ طب بس حقق انت المحبة، حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه ورب الكعبة، ستسعدين بالنظر الى وجه الحبيب رسول الله، فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اسمع الرواية تاني، من رآني في المنام. يا سلام نعمة، والله من أعظم النعم ومن أجل النعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب، هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع والمحبة، كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليك، الاتباع والمحبة، الاتباع، والاتباع ثمرة المحبة، الاتباع ثمرة الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟